لماذا لا تتطابق مقاعد الطائرة مع النوافذ؟ وإليك 31 حقيقة نادرة عن الرحلات. رغم أنها واحدة من أشهر وسائل النقل لمسافات طويلة، تظل الطائرة غامضة نوعا ما وتثير شتى التساؤلات. هل يمكن للطائرة التحليق في الجو إن تعطل أحد محركاتها؟ هل تؤدي الأجنحة مهمة الطيران بمفردها؟ بل الأهم من كل ذلك، لماذا بعد اختيار مقعد النافذة سينتهي بك الأمر عادة تحدق في الجدار؟ حسنا، لنستطلع هذا الأمر سويا. 1- الهواء المضغوط في مقصورة ركاب جاف كالصحراء القاحلة تماما، لا يحتوي سوى على حوالي 20% من الرطوبة. لهذا السبب قد تصاب بجفاف البشرة والشفاه أثناء الرحلة. قد يكون من المنطقي تثبيت أجهزة ضبط الرطوبة التي يمكنها أن تجنبك الجفاف، لكن هذه الحمولة الإضافية قد تكلف شركات الطيران الكثير من الأموال. بالإضافة إلى ذلك، هيكل الطائرة مصنوع من الألومنيوم وغيره من المعادن، ويمكن أن يؤدي الهواء الرطب إلى تآكلها. لذا حري بك أن تضع كريم مرطب وبلسم الشفاه بدلا من ذلك. 2- كل 37 ثانية يشهد المطار الدولي لشيكاغو أوهار إقلاع أو هبوط إحدى الطائرات. سيحاولون إيقاف هذه الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، فكل 37 ثانية تجد إحداها تنطلق مجددا في الهواء. كلا، أنا أمزح فقط، إنه عدد كبير من الطائرات التي تفعل ذلك. 3- الأجنحة واحدة من المكونات الأساسية لضمان سير الرحلات. يجب أن تتوفر 4 قوى لكي تتمكن الطائرة من التحليق في السماء. يجب أن يدفع الطائرة إلى الأمام وإلى فوق وإلى تحت، ويبطئون حركتها عند اللزوم. وهذه القوى عبارة عن قوة الدفع وقوة الرفع ومقاومة المائع والوزن. 4- مع الوقت تتزايد كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لهذا السبب تزداد المطبات الهوائية سوءا ويزداد معدل حدوثها. 5- طائرة البوينغ 8747 واحدة من أكبر الطائرات التجارية في العالم. لديها ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل حوالي 500,000 تلفاز. 6- حاول تجنب استعمال بطانيات الطائرة مهما كانت مريحة ودافئة، فبعض شركات الطيران لا تغسلها سوى مرة واحدة في الشهر. من الأفضل أن تستعمل بطانية السفر خاصتك أو وشاح أو سترة. 7- تحمل ذبيد BD5 مايكرو، الرقم القياسي العالمي للطائرة الأصغر والأنحف. يمكن أن تسعى هذه الطائرة الصغيرة شخصا واحدا فقط، وتزين أكثر قليلا من الباندا العملاقة. 8- The Airbus A380 أكبر طائرة تجارية في العالم، فهي قادرة على حمل ما يصل إلى 853 مسافر، وجناحيها أكبر من الطائرة في حد ذاتها. طول بدن الطائرة 73 متر، بينما تمتد جناحيها على طول 80 متر. لمعلوماتك فقط، يقارب هذا طول تمثال الحرية. 9- أنتونوف AN-225 أكبر وأثقل طائرة في العالم، فبإمكان هذه الطائرة العملاقة الإقلاع في الجو، بينما تحمل على متنها 640 طن من وزنها الإجمالي، وهذا أثقل من منزل بثلاثة طوابق. 10- أقدر مكان في الطائرة ليس الحمام، بل صينية الطعام أمامك. تحمل عددا من البكتيريا أكبر بثماني مرات من زر سيفون المرحاض. 11- كانت فوياجر أول طائرة تحلق حول العالم بدون توقف حتى لتزويدها بالوقود. وقعت الرحلة في سنة 1986 واستغرقت 9 أيام و3 دقائق و44 ثانية. 12- في أي لحظة من اليوم هناك 61,000 شخص يسافرون بالطائرة فوق الولايات المتحدة على متن حوالي 5,000 طائرة. 13- لن تعمل أكثر من ثلث براعم التذوق لديك عندما تكون في السماء، لهذا السبب قد تبدو حتى أشهى الأطباق والمشروبات مملة وغير لذيذة. 14- 5% فقط من سكان كوكب الأرض قد سافروا على متن الطائرة، ومعظمهم من المسافرين الأوفياء. 15- داخل طائرة بوينغ 747
هناك حوالي 225 كيلومتر من الأسلاك، أي ما يقرب نصف طول منتزه جراند كانيون أو الأخدود العظيم، ويقرب وزن جميع الأسلاك من وزن سيارة سيدان من الحجم المتوسط. 16. أثناء السفر بالطائرة قد تشعر أنك تحلق في السماء على ارتفاع شاهق جدا من على الأرض، لكن في الحقيقة متوسط ارتفاع الطيران لمعظم الطائرات التجارية لا يتجاوز 7% من المسافة نحو الفضاء. 17. لا تتعرض الطائرات إلى الصواعق الرعدية فحسب، بل يمكنها أيضا إثارتها. عندما تحلق طائرتك عبر السحب، فاحتكاكها مع الهواء المحيط بها يخلق كهرباء سكونية التي يمكن أن تتسبب في ظهور البرق. لكن حتى لو تعرضت الطائرة إلى إحدى الصواعق، فلن يتسبب التيار الكهربائي في أي ضرر للطائرات الحديثة. في المعدل يصعق البرق كل طائرة تجارية مرة واحدة على الأقل في السنة. 18. أثناء رحلة تدوم 3 ساعات يخسر جسمك 10 كؤوس من الماء، مما يعرضك لخطر الإصابة بالجفاف. وإن كنت غير مرتو فربما تجد عوارض الرحلات الجوية الطويلة، وهي تسوء أكثر حتى. 19. إن لم يعد السفر في الدرجة الأولى مثيرا كالسابق، فيمكنك تجربة The Residence على متن الاتحاد للطيران. إنها شقة ب3 أسرة وتسريحة وأريكة فخمة وبيت استحمام، لكن ستكلفك التذكرة 10,000 دولار حسب وجهتك. 20. رغم أن الطائرات قادرة بسهولة على تحمل درجات حرارة 51 تحت الصفر على ارتفاعات شاهقة، فالأمر مختلف جدا عن الأرض. إذا انخفضت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، فسيتجمد الوقود وسيحول دون إقلاع الطائرة. لن يؤثر انخفاض درجات الحرارة كثيرا عندما تكون في الجو، لأنه بمجرد أن تتحرك الطائرة سيسخن الوقود عند مروره بالمحركات. 21. هناك طائرات لا يمكنها التحليق بمحرك معطل واحد بدون أي مشاكل. فمثلا يمكن لطائرة الأحلام بوينغ 787 نقل مسافريها بأمان بمحرك واحد لمدة 5 ساعات ونصف قبل أن تضطر إلى الهبوط. ومع ذلك إن كان لدى طائرتك محرك واحد مثل العديد من الطائرات الخاصة وتوقف عن الاشتغال لسبب ما، حسنا، إذن ستتاح لك الفرصة للتدرب على الطيران الشراعي. 22. يحمل خزان طائرة بوينغ 767 ما يكفي من الوقود لملء خزانات 1200 شاحنة صغيرة. لا يسعني سوى التساؤل عن التحدي الحقيقي لرفع كل تلك الشاحنات الصغيرة إلى ارتفاع كاف للتزود بالوقود. 23. لا تتطابق دائما نوافذ الطائرة مع مقاعدها، لذا لن يضمن لك اختيار مقعد بجوار النافذة مشاهد خلابة لكوكب الأرض من الأعلى. على متن طائرة تجارية أكبر، إيرباص أو بوينغ على سبيل المثال، يعتمد تمركز المقاعد على شركة الطيران. في الدرجة الأولى أو التجارية لدى المسافرين مساحة لأرجلهم ومساحة شخصية بشكل عام أكبر من الدرجة الاقتصادية. وإن كانت شركة طيران منخفضة التكلفة ستحشر المقاعد عادة داخل المقصورة، لكن ستظل النوافذ في أماكنها. لهذا السبب تتناسب المقاعد مع النوافذ في الكثير من الأحيان، وأحيانا أخرى قد لا تتناسب. 24. الطائرة القديمة والرائعة كونكورد التي تعتبر أسرع طائرة تجارية على الإطلاق قادرة على التحليق بسرعة أكبر بمرتين من سرعة الصوت عندما كانت على قيد الاستعمال، وسجلت رقما قياسيا لأسرع رحلة عبر المحيط الأطلسي، إذ لن تستغرق رحلة من نيويورك إلى لندن على متن هذه الطائرة الخارقة سوى 3 ساعات، بينما المعتاد 7. 25. يبلغ معدل سرعة التحليق لطائرة تجارية 925 كيلومتر في الساعة، الذي يعتبر أسرع ب3 مرات من سيارة لامبورغيني جالاردو، وأسرع ب4 مرات من زوبعة رياح الإعصار. يا لها من مقارنة سخيفة. 26. لا يسمح باستخدام الزئبق على متن الرحلات، لأن كمية صغيرة من هذا المعدن السائل يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بالألومنيوم الذي تتكون منه معظم الطائرات. المشكلة أن الزئبق يتحد مع الألومنيوم بلهفة كبيرة، وعندما يفعل ذلك يؤدي إلى إتلاف الطبقة الوقائية التي تمنع تآكل الألومنيوم. 27. بينما لا يستطيع السائقون لأسباب وجيهة التسلل وأخذ قيلولة صغيرة،
لكن الطيارين بإمكانهم ذلك. لهذا السبب في مرحلة ما من رحلتك يحتمل أن يتحكم الطيار الآلي في طائرتك. عندما سئل 500 طيار اعترف 43% منهم أنهم استسلموا إلى النوم وراء المقود، وقال 31% منهم إنهم استيقظوا بجانب مساعد الطيار النائم أيضا مرة واحدة على الأقل. 28. في حالات الطوارئ لا تملك أقنعة الأكسجين سوى ما يكفي من الهواء لمدة 15 دقيقة تقريبا. لحسن الحظ إنه الوقت الذي تحتاجه الطائرة للعثور على مكان مناسب للهبوط أو النزول على الأقل إلى ارتفاع يمكن المسافرين من التنفس بشكل عادي دون الالتجاء إلى الأقنعة. 29. رغم أن هذه الفكرة لم تخترع بعد، لكن هناك بضعة نقاشات عن ابتكار طائرة بمقصورة للمسافرين قابلة للانفصال. سيسمح للطيارين بفصل المقصورة إن تعطل أحد المحركين أو كلاهما، وبعد ذلك ستقع المقصورة بلطف وسلام في اتجاه الأرض بفضل العديد من المظلات العملاقة. لسوء الحظ لا تحدث معظم حوادث تحطم الطائرة بسبب تعطل المحركات أثناء الرحلة، بل أثناء الإقلاع أو الهبوط. وفي ظل هذه الظروف فكرة المقصورة القابلة للانفصال لن تكون مفيدة كثيرا. 30. رغم أنه ليس من ضمن قوانين إدارة الطيران الفيدرالي، لكن تصر الكثير من شركات الطيران على أن يتناول الطيار ومساعده وجبتين مختلفتين، ومن ثم إن أصيب أحدهما بتسمم غذائي سيتمكن الثاني من قيادة الطائرة. 31. شركة الطيران الأولى التي سمحت لزبائنها بإمكانية تسجيل الحضور على شبكة الإنترنت كانت الخطوط الجوية لألاسكا، وحدث ذلك في سنة 1999. في البداية كان هذا النظام متاحا أمام عدد محدود من المسافرين وليس فعالا سوى لرحلات معينة. أوه، كم تغير الزمن. 32. الذيول البيضاء التي تخلفها الطائرات في السماء ليست سوى هواء مكثف، لهذا السبب تسمى بمسارات التكاثف. كجزء من عملية الاحتراق تطلق الطائرة بخار الهواء الساخن ويضخ خارج العادم ويتجمد في الهواء البارد في الغلاف الجوي العلوي. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.